معكم في نشرة السادسة من قناة النادي الأهلي وإلى العنب. الأهلي يقرر التصويت على اللائحة الجديدة على يومين. عبد الحفيظ حسام غالي لم يوقع للنصر السعودي. والأهلي ينهي استعداداته اليوم لمواجهة سموحة غدا في الكأس. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر الالتزام بإقامة الجمعية الخاصة للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي يومي الجمعة 25 أغسطس بمقر النادي بمدينة نصر والسبت 26 أغسطس بمقر النادي بالجزيرة تحت الإشراف القضائي وبنفس القواعد التي سبق الإعلان عنها. وأوضح المجلس أن القرار جاء بعد استيفاء الاستشارات القانونية الواجبة في هذا الشأن والتي انتهت إلى تأكيد حق النادي الأهلي في تنظيم العملية التصويتية على لائحة النظام الأساسي بالكيفية التي تناسب ظروف الجمعية العمومية وتحقيق الغرض منها في إطار أحكام القانون والقواعد القضائية. في خبر آخر، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر في اجتماعه أمس الاثنين الموافقة على الهيكلة الإدارية والمالية للعاملين بالنادي. كما قرر المجلس تكليف الدكتور مهند مجدي عضو المجلس بحضور الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة والمقرر لها يوم 26 أغسطس الجاري للتصويت على اللائحة الخاصة بالاتحاد وتكليف محمد جمال هليل عضو المجلس بحضور الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد والمقرر لها يوم 25 أغسطس الجاري للتصويت على اللائحة. كما بحث المجلس خلال الجلسة ملف الخدمات الإنشائية ووافق على تأجير العديد من المنافذ بفرع النادي بالشيخ زايد. أكد اللواء سليم شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد وافق على التعاقد مع شركة سبورتا لتوريد الملابس الرياضية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 3 سنوات. ومن المنتظر أن تجمع جلسة مسؤولية شركة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي عقب مباراة سموحة بالدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لاختيار التصميمات الخاصة بملابس الموسم الجديد. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن حسام غالي قائد الفريق لم يوقع على أي عقود للانتقال لنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب تلقى بالفعل عرض من نادي النصر وأبلغني بالعرض عقب تلقيه مباشرة وقمت بتحويله للجهاز الفني من أجل البت فيه مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسة مع اللاعب عقب المباراة مباراة سموحة في كأس مصر لمناقشة العرض من كافة الجوانب.
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته استعدادا للقاء سموحة في مباراة نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها غدا الأربعاء الساعة 8 مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وكان الفريق قد توجه أمس إلى الإسكندرية من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين. وأعلن حسام البدري المدير الفني للفريق عن قائمة من 23 لاعب من أجل المباراة. اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة محمود البنا لإدارة مباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي بطولة كأس مصر والتي تقام في 8 مساء غد الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية. ويعاون البنا في إدارة المباراة كل من أحمد توفيق طلب وعبد الفتاح عريشة والحكم الرابع. اختار التشيكي فرانتشيك شراكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة 17 لاعب للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب استعدادا لمواجهة الأهلي والمقرر لها غدا على استاد الجيش ببرج العرب في نصف نهائي بطولة كأس مصر. وضمت قائمة الفريق كل من محمد أبو جبل، أحمد يحيى، محمود عزت، ياسر إبراهيم، سيد فريد، رجب بكار، محمود عبد العزيز، أحمد حمص، أحمد نجيل، مانجا، عمرو المنوفي، أحمد مصطفى، باتريك مالو، بانو دياوارا وأحمد رؤوف. ويعاني فريق سموحة من غيابات كثيرة بسبب الإصابة وهم المهدي سليمان، أحمد تمساح، محمود السيد، عمر سعد، كواكو منسو، أحمد حسن مكي ونصر رمضان. في خبر آخر وإلى اتحاد الكرة، أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح عن نجاح 7 حكام و12 مساعد في اختبارات اللياقة البدنية للحكام الدوليين والتي أجرتها اللجنة بنادي طلائع جيش. وأعلن الاتحاد المصري أسماء الحكام وهم جهاد جريشة، محمود البنا، محمد معروف، محمود بسيوني، أمين عمر وأحمد الغندور ومحمد عادل، بالإضافة إلى 12 حكم مساعد. أصدر اتحاد الكرة 8000 تذكرة للجمهور لحضور مباراة المنتخب الوطني للمحليين مع المغرب والتي تقام يوم الأحد المقبل على استاد الإسكندرية في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين 2018 بكينيا، على أن يتم طرحها للجمهور يومي الخميس والجمعة المقبلين. وكان المنتخب بقيادة حمادة صدقي قد دخل في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا للمباراتين، حيث ستكون الأولى يوم الأحد المقبل على أن تكون مباراة الإياب يوم 18 من الشهر ده. أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان بشأن أحداث البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في مصر وتوج بلقبها نادي الترجي التونسي. وعبر الاتحاد المصري عن أسفه عن السلوك غير الرياضي من جانب نادي الفيصلي الأردني والاعتداء على الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، مؤكدا أنه على يقين بأن الاتحاد العربي لكرة القدم لن يتوانى في اتخاذ ما يلزم لمواجهة كل التصرفات المسيئة في حق البطولة والتحكيم والبلد المنظم. كما أن الاتحاد المصري على يقين من أن القوانين الحاكمة ستضع الأمور في نصابها بمواجهة ومطاردة ومنع كل الخارجين على قانون. وفي هذا الصدد فإن الاتحاد المصري يؤكد أن ما حدث لن يهز مشاعر الأخوة مع الشعب الأردني والكرة الأردنية.
من ناحية أخرى، قال سيجار سوبر الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم أنه لا توجد أي عقوبات قد وقعت على نادي الفيصلي الأردني بسبب الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق مع الترجي الرياضي التونسي في نهائي البطولة العربية للأندية على ملعب الإسكندرية. وقال سوبر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأردني أن كل ما يثار عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حول توقيع عقوبات من قبل الاتحاد العربي على النادي الفيصلي عار عن الصحة. أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن أفضل هدف في البطولة العربية بعدما أجرى استفتاء بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس عقب نهاية المسابقة وتتويج الترجي التونسي باللقب. ورشحت اللجنة الفنية للبطولة 4 أهداف للمنافسة على جائزة أفضل هدف، وهم هدف عبد الكريم القحطاني نجم الهلال السعودي في مرمى نفط الوسط العراقي، وهدف شيكابالا قائد الزمالك في مرمى الفتح الرباطي، وهدف سعد بجير نجم خط وسط الترجي داخل شباك الفيصلي الأردني في المباراة النهائية، وهدف خليل شمام قائد الترجي التونسي أيضا في مرمى الفتح الرباطي بالدور نصف النهائي. ووقع الاختيار على هدف القحطاني لاعب الهلال السعودي كأفضل أهداف البطولة. كثيرا نعود إلى متابعة أخبار الألعاب. أهلا بكم مجددا، والآن إلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث وصل محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى ألمانيا من أجل متابعة برنامجه التأهيلي وإجراء بعض الفحوصات الطبية بمركز شون كلينيك. وقال الدكتور هيثم الضبع طبيب الفريق إن منعم سيتابع مع الخبير الألماني سافاي مسؤول العلاج الطبيعي والتأهيل بشون كلينيك آخر تطورات برنامجه التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي. وأضاف طبيب الأهلي أن اللاعب قام بتنفيذ المرحلة الأولى من التأهيل في مصر وسيخضع لفحص طبي في شون كلينيك لمعرفة مدى استجابته للمراحل الأولى من البرنامج التأهيلي على أن يتم وضع البرنامج المناسب له لتنفيذه في الأيام المقبلة. قام حمدي الصافي المدير الفني للفريق الأول لكرة طائرة سيدات بنادي الأهلي بتصعيد 7 لاعبات من فريق الناشئات للتدريب مع الفريق الأول. وقال صافي أنه حرص على تصعيد الناشئات للتدريب مع الفريق في الفترة الحالية لتعويض النقص العددي بسبب انضمام 7 لاعبات لصفوف المنتخب الوطني، وأيضا البحث عن لاعبات جدد يكون إضافة للفريق. من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الكابتن حمدي صافي المدير الفني لفريق الطائرة سيدات بالنادي الأهلي. كابتن حمدي أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك كابتن حمدي. في البداية يعني قمت بتصعيد 7 لاعبات من فريق الناشئات للفريق الأول، من هن وبيمتازوا بإيه لينضموا للفريق الأول في رأيك؟ الحقيقه طبعا الفتره ديت احنا بنعاني من نقص كبير في اللاعبات نظرا لانضمام اكثر من 7 لاعبات للمنتخب القومي الاول، منتخب 23. المنتخب القومي الاول عنده بطوله الامم الافريقيه، ومنتخب 23 عنده كاس العالم. فالحقيقه طبعا احنا استغلنا الفرصه ديت، عندنا اكثر من عنصر مميز في قطاع الناشئات، خاصه ان هم السنه اللي فاتت فازوا بجميع البطولات سواء على في منطقه القاهره او في بطوله الجمهوريه، فكانت فرصه كبيره ان احنا يبقى
نشوف اللاعبات الناشئات دولت عن قرب وياخدوا جرعه تدريبيه كويسه مع اللاعبات اللي هم الموجودين اللي هم باقيين من اللاعبات الدوريات غير اللاعبات الدوريات، ونقدر نستفاد من وجودهم معانا ان احنا نكتشف اكثر من عنصر يفيدنا في المستقبل، خاصه في المراكز اللي احنا محتاجينها ومحتاجه دعم مننا الفتره الجايه. طيب هل في اي خطه عند حضرتك لتدعيم الفريق الفتره المقبله كابتن؟ اكيد طبعا، انا عامل برنامج للمجموعه الناشئات واللعيبه اللي موجوده معايا. احنا انهينا الفتره الاولى اللي هي فتره كان فيها تركيز الاعداد البدني والجيم والاعداد العام للفريق، كانت فتره بتتميز طبعا بفتره تدريبيه قويه ليهم بدنيا لتجهيزهم بدنيا. احنا دلوقتي شغالين في المرحله الثانيه اللي هو الاعداد المهاري والخططي للفريق، شغالين فيها ومركزين فيها جدا، خاصة ان انا حاطط برنامج ان شاء الله باذن الله ابتداء من اول شهر سبتمبر هيبقى في مجموعه من المباريات ونقدر نحكم على اللاعبات دولت وعلى مستواهم وقد ايه استفادوا ومين اللي يقدر يسد معانا ان شاء الله بعد عوده اللاعبات الدوليات ويسد ويبقى مكسب لينا في الفتره الجايه باذن الله. باذن الله. كابتن حمدي صافي المدير الفني للفريق الاول لكره الطايره سيدات بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف واكيد كل التوفيق ليك وللفريق. وإلى الشأن العالمي، حيث أعرب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن استيائه من تصريحات رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أحمد أحمد الأخيرة حول عدم جاهزية الكاميرون لاستضافة كأس الأمم أفريقيا لعام 2019. وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان إن تصريحات رئيس كاف جاءت قبل قيام الاتحاد الأفريقي بأول جولة تفقدية للمنشآت الرياضية والتي ستبدأ يوم 20 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن تقام البطولة بمشاركة 24 فريق وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية في فصل الصيف بدل من إقامتها شتاء بمشاركة 16 منتخب. وإلى إسبانيا، حيث كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية والقريبة من نادي برشلونة الإسباني عن وجود وفد من نادي في إنجلترا من أجل التفاوض مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لضم لاعبه البرازيلي كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وتسعى إدارة نادي برشلونة للتعاقد مع اللاعب البرازيلي لتعويض رحيل مواطنه نيمار دا سيلفا والذي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. وتشير التقارير إلى أن برشلونة قد عرض ما يصل إلى 90 مليون يورو من أجل حسم الصفقة. أما في فرنسا فيشعر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالقلق إزاء تأخر إرسال أوراق انتقال المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وفقا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ليغا تضع سان جيرمان في مأزق بسبب تأخرها بإرسال أوراق صفقة انتقال نيمار من برشلونة لسان جيرمان، حيث لم يتمكن النادي الفرنسي من تسجيل المهاجم البرازيلي في الدوري الفرنسي بدون تلك الأوراق. ونبقى في فرنسا، حيث قال جون ميشيل أولاس رئيس ليون الفرنسي إن صفقة ضم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا ستدخل التاريخ وستخل بتوازن حسابات نادي العاصمة الفرنسية. ويعد جون ميشيل أولاس أحد أشد المدافعين عن اللعب المالي النظيف وصاحب الفضل في الألقاب التي حصدها ناديه بين عامي 2002 و2008 بالدوري الفرنسي. وطلب أولاس في مقابلة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بتقنين هذا النوع من الصفقات، معتبرا أنه مع رحيل ميشيل بلاتيني عن رئاسة الاتحاد الأوروبي ويفا خسر اللاعب المالي النظيف أحد أكبر المدافعين عنه.
وتابع صفقة نيمار ستكلف باريس سان جيرمان أكثر من مليار يورو على مدار 5 أعوام، مشيرا إلى انعدام التناسب في الصفقة. أفادت تقارير صحفية أن اللاعب التركي أردا توران أصبح قريب من الانتقال لصفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني والرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو أن توران تلقى عرضا من أتلتيكو مدريد، حيث أجرى اللاعب التركي اتصالا بفريقه السابق وأظهر استعداده للعودة إلى اللعب تحت قيادة مدربه الأرجنتيني سيميوني، والذي يعتقد أنه بحاجة للعب. وإلى مقدونيا، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في 9:45 اليوم الثلاثاء لملعب فيليب أرينا لمتابعة مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا ومانشستر يونايتد الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي. وستكون المواجهة ذات طابع خاص بالنسبة للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، والذي سبق له تدريب النادي الملكي ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق الإسباني. يدخل أيضا ريال مدريد اللقاء ويسعى إلى زيادة رصيده من الألقاب، كما يسعى مدربه زين الدين زيدان للاقتراب من التتويج بلقب أفضل مدرب في العالم للموسم الحالي بعد فوزه بالثنائية دوري إسبانيا ودوري أبطال أوروبا. كشف نادي روما الإيطالي موقفه من ضم الجزائري رياض محرز جناح ليستر سيتي الإنجليزي، والذي ارتبط بالانتقال لنادي العاصمة الإيطالية هذا الصيف. وقالت صحيفة جازيتا ديلو سبورا الإيطالية اليوم الثلاثاء إن روما استبعد ضم رياض محرز نظرا لرفض ليستر سيتي الاستغناء عنه. وأشارت الصحيفة إلى أن روما توجه نحو لوكاس فاسكاز مهاجم ريال مدريد الإسباني، مشيرة إلى أن النادي مستعد لدفع 35 مليون يورو لشراء عقد اللاعب. من الشأن العالمي إلى أخبار النادي الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأخبار. الأهلي يتدرب للقاء سيوة. من المساء البدر استقر على تشكيل مواجهة سموحة ويفاضل بين متعب وجمال. أما من الوفد فأحمد حمودي جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام سموحة. من المصري اليوم، الأهلي يحسم إعارة حمدي زكي عقب مواجهة سموحة. من الوطن سبورت، عبد الحفيظ النصر السعودي يطلب ضم حسام غالي. ومن الشروق، الأهلي يوثق عقدي غالي ومتعب في اتحاد الكرة لمدة موسم واحد. أما من الدستور فإجهاد في العضلة الخلفية يبعد كريم ندفد عن ميران مستبعدي الأهلي. وفيتو البدري يحفظ لاعبي الأهلي جملة خططية جديدة في الضربات الثابتة. من يلا كورة، مجلس الأهلي يقرر إقامة الجمعية العمومية على يومين بفرع النادي. في الجول، محمود البنا حكما للقاء الأهلي وسموحة بكاس مصر.
ومن الأهلي دوت كوم، أحمد حمدي يخضع للكشف الطبي وينهي ميرانه الأول مع أودينيز. أما من البوابة نيوز، فالبدري يستقر على قيد الشيخ في قائمة الأهلي الأفريقي. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.